هنا عبر سكايب دكتور حسام الشاذلي الخبير الاقتصادي. دكتور حسام، استاذ ابراهيم قال لك بانك عندما تنفق على مشروع ما نحو 9 مليار دولار ثم تجني منه بعد 3 سنوات 600 مليون دولار، فهذا معناه بانك امام استثمار خاسر. الى اي مدى تقرا دقه هذا الكلام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بحضرتك وبضيوف حضرتك. هو في الحقيقه اعتقد ان المشكله الحقيقيه في هذا المشروع انه كان اولى حلقات سلسله كبيرة مما عرفتها يعني بعد ذلك بما يسمى بمنظومة الاقتصاد المسموم. المشكلة الحقيقية في المشاريع التي يعني تماثل مشروع قناة السويس، لأنك في الحقيقة لو أنت حتى عندك مشروع التكلفة بتاعته 8 مليار أو 9 مليار أو حتى 20 مليار، وإذا كان هذا المشروع بيدر عليك ربح يعني ثابت بمعدل 600 مليون، فأنت في الحقيقة يعني قد نقول أن عملية اللي هي بيسموها نقطة توازن واستعادة المصاريف وتحقيق الأرباح هيحصل فيها نوع من الامتداد، لكنها يعني أنت لديك مشروع يعني يؤدي إلى دخل، وهذا الدخل قد يغطي تكاليف المشروع. لكن المشكلة الحقيقية في مشروع تفريعة قناة السويس إنه مشروع الهدف منه هو نفس الهدف اللي بتقوم به منظومة الانقلاب منذ يعني بداية عهدها، وهي في الحقيقة الاهتمام بالمشاريع العملاقة اللي بتؤدي إلى تحسين الصورة العامة للاقتصاد الكلي بعيدا عن الاقتصاد الجزئي اللي بيمس حياة المواطنين. بمعنى ببساطة ان انت في الحقيقة لما تعوز انك تبني الاقتصاد بتاعك على منظومة كل هدفها هو الحصول على القروض من كل مكان والمديونية الغير محدودة والدخول مع العالم في يعني طلبات زي صندوق النقد الدولي والقرض بتاعه اللي ب 12 مليار، وانك في نفس الوقت تبتدي تعطي دائما اشارات كاذبه عن عمليات النمو. هو في الحقيقه دي الطريقه يعني انا لازم في الحقيقه الواحد يقول هنا ان منظومه السيسي هي منظومه مختلفه جدا في تطبيق هذا المفهوم.